احنا النهارده الحقيقه موجودين عشان نستغل خبراتنا اللي اكتسبناها في تنظيم المؤتمرات السابقه، خصوصا منتدى شباب العالم والمؤتمرات الرئاسيه، علشان نقدر النهارده نكون موجودين في شرم الشيخ في حدث يعني ما بيحصلش كتير في القاره الافريقيه، واول مره يكون مصر تستضيف كوب 27. احنا موجودين هنا على الارض عشان ننسق ما بين كل الادارات اللي موجوده، كل الاقسام، كل التيمز، عشان نوفر بيئه سهله التنقل والحركه لكل الضيوف، عشان نكون بنساعد الضيوف انهم يوصلوا لمكان اقامتهم ومكان المؤتمر والفعاليات، كمان بننسق ما بين كل العلاقات العامه والماركتنج اللي موجودين في المكان. احنا هدفنا ان احنا نوصل الحدث ده لاقصى درجه ممكنه من الفعاليه. احنا كلجنه منظمه بندير هذا المؤتمر بكل يعني احترافيه، في لجان كتيره جدا متشكله في اداره اللجنه المنظمه، من اول خالص الادميشن ومن اول الانتقالات ترانسبورتيشن ونقل كل الوفود الرسميه من المطارات لحد الفنادق ولحد قاعات الفعاليات المختلفه في ايام المختلفه جدا لجميع المؤتمر والمنتدى. فطبعا ده من الحاجات يعني اللي بتخلي صوره مصر صوره قويه جدا، بتاثر طبعا في السمعه الدوليه لمصر وفي السياحه. واحنا طبعا احنا مبسوطين جدا، يعني شرم الشيخ هي مدينه يعني عروسه ومدينه كده على طول متالقه. هنا في منطقه الجرين زون، منطقه الجرين زون هي منطقه الاكتيفيتيز الملاحقه للايفنت بتاع مؤتمر المناخ مقابل لمنطقه البلو زون. عندنا هنا اكتيفيتيز مختلفه، يمكن اكتر من 50 اكتيفيتي مختلفه، منها البوثز، منهم مناطق للفري لانسنج، منهم قعدات للشباب، منها مناطق كتير جدا للتكنولوجي زي ما حضرتك هتشوفي في البوثز الاكسبيرينس. كل المناطق كل الاكتيفيتيز دي مصنعه من مواد صديقه البيئه، مواد معاد تدويرها بالكامل. خلينا نقول ان احنا هنا بنستخدم كل ما هو رديء وكل ما هو تكره البيئه في مناظر جماليه وفي مواد نقدر نستخدمها، وفعلا عملت اعاده احياء لحديقه السلام اللي احنا موجودين فيها. زي ما احنا شايفين هنا المنطقه هنا يعني شبه مقسومه نصين، النص الاولاني ممكن بتكون فيه ايتمز ثابته، اما الجزء الثاني زي ما احنا شايفين وسامعين في استخدام التكنولوجيا واللي بنعبر فيها عن الطبيعه اكتر واكتر بطريقه جديده، بطريقه فيها مؤثرات صوت وفيها اضاءه زي ما احنا شايفين حوالينا. المنطقه دي بنستغل فيها الاكتيفيتيز في ان احنا مثلا ممكن نشوف عروض بالصوت والضوء في منطقه الاكسبيرينس، ودي بتبقى 5 قاعات بتطلع من قاعه لقاعه، بتخش القاعه لقاعه، كل قاعه بتعرض فيها شاشات، ومعظم المواد اللي هنا مستخدمه من حاجات معاد تدويرها. يعني هنلاقي في اماكن معمول فيها ترابيزات وكراسي من اعاده تدوير مواد للكوتش، بدل ما يترمي وبيبقى فيه اسلاك، لا استخدموه بطريقه جميله وخلوه اساس، وعلى فكره مريح جدا، يعني كل اللي بيجربه بيقول لا انا ما كنتش اتخيل ان الكاوتش ممكن يتعمل بيه كده. فيعني الناس اللي تيجي هنا هتتبسط جدا وهتشوف تجربه جديده من نوعها، وخصوصا في حدث كبير زي مؤتمر المناخ.